علاقتي انا وسيدنا اخوه كبيره ماجستي والاحترام، وشفت كذلك الحمد لله يا ربي الله يطول في عمره، والملك سيدنا اللي الراجل ما يسمح لي خويا ما ينعش وكل شيء، وراه راه شوف اش دار خويا، راه الحمد لله يا ربي المغرب ما راهش المغرب تاع زمان، المغرب تاع تطور، المغرب تاع لا نوفيل جينيراسيون، المغرب تاع ان شاء الله مازال تزيد ومازال نزيدوا ومازال ان شاء الله ردوا الاخرين يغيروا منا. ها المشروع ها فاش حاب سيدنا والله يطول في عمره، الله يخليه لينا ويخليه للمغرب العربي كله. انا اقول هذا الكلمات الحسنه. اعاد رواد منصات التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك وتطبيق التراسل الفوري واتساب تداول الندوه الصحفيه للشاب خالد التي عقدها عشيه اختتامه لفعاليه الدوره التاسعه للمهرجان الدولي للري سنه 2015. جاء ذلك اثر تطور قناه الشروق في برنامجها ويكند ستوري على شخص الملك محمد السادس عبر تجسيده في دميه كرتونيه بمشاركه سليمان سعداوي النائب عن حزب جبهه التحرير الوطني الحاكم في الجزائر. وتخلى الشاب خالد عن تحفظه تجاه القضايا الحساسه بين المغرب والجزائر رغم انه يحمل جنسيه البلدين، وذهب بعيدا في وضوحه الى حد الاعتراف بمغربيه الصحراء ولم يقف عند هذا الحد، بل عبر عن افتخاره بحمل جنسيه بلد رائع كالمغرب. ورا عندنا مغرب، انا سافرت وشفت خويا، عندنا مغرب راه احسن من الكانيون تاع لاس فيغاس ولا احسن تاع تكساس ولا احسن من اسمح لي تروح لمراكش راك في الاي فهمت، راك في لوس انجلوس دغلل تروح اسمح لي عزيزي خويا تروح لطنجة راك عند صحاب الرجلة وكل شيء هنا تاع واهر ولا تاع الجزائر ولا في واشنطن شيكاغو عندنا احسن 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 جو بو لو دير احسن احسن مغرب احسن بلد في العالم فهمت، عندنا احسن صحراء احسن احسن طبيعه احسن احسن صحراء احسن طبيعه احسن احسن بحر اون بليس عندك عندنا زيدك حاجه عندنا وندوب تعرف علاش باسكو حنا الجيري في لا ميديتيراني والمغرب عندكم في زوج. وأثنى كثيرا عن الثورة التي يشهدها المغرب في جميع المستويات حتى أصبح جلالة الملك سيدنا الله نصره أحسن ملك في العالم. يضيف الشاب خلد هو الأمر الذي تلته زوبعة من التصفيقات في القاعة، وقد لقي حديث الشاب خلد وقتها تفاعلا كبيرا وتم تناقله عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.